طلاب برايمري 5، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا على تيم 3 ليسون 8 و choosing between synchronous and asynchronous communication، يعني كيفية الاختيار بين التواصل المتزامن والغير متزامن. وبعد ما نفهم الدرس كويس هنحل مع بعض تدريبات المعاصر، وزي ما دايما متعودين نعرف اللي هنفهم ايه من الدرس قبل ما نبدأ شرحه عشان نبقى متمكنين من كل نقطة فيه. What we are going to learn، هنتعلم ايه في الدرس. The reasons for using online communication tools، هنتعلم اسباب او دوافع استخدام الاتصال عبر الانترنت. Using online communication tools، Online communication ethics to use، هنعرف الأخلاقيات أثناء التواصل عبر الإنترنت اللي المفروض أنا هستخدمها أو هتبعها. Online communication ethics to use، وفي نهاية الدرس هتكون قادر able to communicate effectively online، قادر على التواصل بفاعلية عبر الإنترنت. Synchronous communication، الاتصال أو التواصل المتزامن. Is real-time communication between people، ده اتصال أو تواصل بين الأشخاص في الوقت الفعلي. Real-time communication، with everyone interacting and taking in information، كل إن الكل بيتفاعل ويتبادل المعلومات. At the same time، في نفس الوقت، لازم يبقى بيحدث at the same time، في نفس الوقت، عشان أقول عليه synchronous communication. يبقى عندي حاجتين، real time communication أو أقول إن هو at the same time، بيحدث في نفس الوقت، وده كله بيتم using digital tools. طيب تعالوا نتعرف على some digital tools that are using in synchronous communication. فيديو شات، اللي هي محادثات الفيديو، زي قلنا الزوم قبل كده والتيمز والجوجل ميت، دي كلها برامج محادثات فيديو. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في عمل الكورسات الاونلاين، او مثلا اتصل بحد اعمل ميتنج اونلاين. كل دي استخدامات in real time communication، زي اللايف تلفزيون شو، العروض او البرامج التلفزيونيه المباشره، دي عروض تلفزيونيه بتتم في الوقت الفعلي او الوقت الحالي، عشان كده بنسميها synchronous communication. الانستنت شات رومز، غرف الدردشه الفوريه لتبادل الاراء والرسائل، وكل ده برضه بيحدث at the same time، happen at the same time. وعلى العكس تماما asynchronous communication، الاتصال غير المتزامن. بيقول لي communication that doesn't occur in real time، لا يحدث في الوقت الفعلي، doesn't occur in real time، and doesn't require an instant response، ده لا يتطلب رد أو استجابة فورية، not require an instant response. طيب زي إيه؟ like الايميل، البريد الالكتروني. البريد الالكتروني، قلنا ان البريد الالكتروني او الايميل more formal type of communication، more formal يعني اكثر رسمية، بستخدمه في المواقف الاكثر رسمية. برضو عندي recorded video، الفيديوهات المسجلة، المسجلة مسبقا، زي الفيديوهات اللي موجودة على البلاتفورم وفي اليوتيوب، يعني الفيديوهات اللي موجودة على منصة اليوتيوب دي كلها recorded video، فيديوهات متسجلة قبل كده. عندي برضو الـ voice and text message، اللي هي الرسائل الصوتية والنصية، ودي برضو زي اللي بتبعتها بالتليفون مثلا، وده نوع من أنواع الـ asynchronous communication، لا يتطلب not require an instant response. طيب تعالوا نتعرف على فوائد الـ asynchronous communication. is useful when you are writing about، إيه بقى؟ لما باجي أكتب عن إيه؟ a light-hearted everyday matter to friends or family، لما بكتب كل يوم عن مثلا حاجة طريفة أو ظريفة من الحياة اليومية، اللي هي everyday matter to friend or family، لأحد الأصدقاء أو العائلة.
and you need. هنا بقى بشوف ايه and you need وبتحتاج ايه immediate or quick response. need an immediate or quick response يعني بتحتاج الى رد منهم مباشرة او حالا او رد سريع. quick response رد سريع. طيب asynchronous communication is useful when you are writing about ايه؟ لما باجي اكتب عن ايه؟ serious or complicated matters لما باجي اكتب عن مسألة معقدة او حاجة جادة يعني formal او مسألة في request formal بطلب مثلا من التيتشر بتاعي او بطلب من حد انا معرفوش اهو with someone you don't know well من شخص انا معرفوش كويس او مع شخص برضو ممكن يكون with someone in authority مسؤول شخص مسؤول ببعت لحد مسؤول formal email مثلا and you don't need an answer right away وانا مش محتاج اجابة حالا انا مش محتاج منه ان هو يرد علي حالا عشان كده ده اسمه asynchronous communication. طيب تعالوا نشوف while you are communicating عندما أكون في اتصال أو تواصل مع الآخرين you should respect the following ethics لازم أحترم the following ethics اللي هي الأخلاقيات القادمة زي إيه be polite خليك مهذب respect the recipient's feeling احترم مشاعر الشخص اللي أنت بتبعت له الرسالة أو بتكلمه أو بتوجه له الكلام. Don't use language that could be upsetting him. ما تستخدمش لغة في الكلام تخليه حزين أو تخليه upset مستاء. Even if you are upset about something. حتى لو أنت مستاء من شيء ما. هو ملوش أي ذنب إن أنت تحمله المشاعر بتاعتك. عشان كده be polite. Be strong. خليك صبور. Even if you are sending a message to a close friend. حتى لو انت بتبعت رسالة لصديق قريب منك. Give him or her time to respond. اديهم وقت ان هم يردوا فيه before sending another message. ما تقعدش تبعت في رسائل كتير من غير ما تديهم مساحة من الوقت time to respond ان هم يردوا. may ربما هير اور هيم ستيل نيد تايم ربما يحتاجوا او ما زالوا يحتاجوا الى وقت للاجابه عليك تو ريسبوند اور مي بي بيزي او ربما يكونوا مشغولين في حاجه تانية فمش هيعرف يرد عليك دلوقتي عشان كده بنقول بي بيشنت. ايه تاني من الايثكس اللي يو شود ريسبكت بي هيلبفول خليك شخص بتساعد الاخرين يعني ايه A part of being a good digital citizen is helping others. جزء من انك تكون مواطن رقمي صالح is helping others. انك تساعد الاخرين. Use what you have learned to help thus you are communicating with. استخدم دايما اللي انت اتعلمته عشان تساعد الناس اللي انت بتتواصل معاها. If they need help لو هم محتاجين مساعدة. With online communication أثناء التواصل عبر الإنترنت share what you know شارك اللي انت تعلمته معاهم be clear خليك واضح always be sure your message is clear دايما خلي الرسالة بتاعتك تكون واضحة read it back to yourself اقراها كده مع نفسك كأنها انت اللي هتستقبلها كأن حد اللي بعتها لك before you send it قبل ما تبعتها طيب ليه؟ عشان could the recipient misinterpret it إن الشخص اللي انت بتبعتها له يسيء تفسيرها أو يفهمها غلط misinterpret يعني يسيء التفسير أو يفهمها غلط if so طب لو revise it before sending خلاص اعمل لها revise بدلها برسالة تانية تكون clear طيب كل ده ليه؟ عشان بيقول لي it's easy for misunderstanding to occur when communicating online عشان بيقول لي من السهل جدا ان ممكن يحصل سوء فهم misunderstanding to occur سوء فهم يحدث when communicating online اثناء التواصل اونلاين بعد ما شرحنا الدرس يلا بينا على اسئله الامتحانات السابقه واسئله كتاب المعاصر with the correct answer number 1 A is real-time communication between people.
اكيد هيكون السينكرون او الكوميونيكيشن هو الريال تايم كوميونيكيشن، اتصال او تواصل بيحدث في الوقت الفعلي بين الاشخاص. نمبر 2، when communicating online your friend may have misunderstanding so your message must be a الرسالة بتاعتي يجب أن تكون clear. Number 3, it's recommended to use a communication to write about a light-hearted or everyday matter to get the response immediately. شايفين كلمة to get response immediately على طول ده synchronous communication. Number 4, one form of the synchronous communication is a أكيد live television show، لأن قلنا الإيميل والrecorded video والtext message والvoice message من الasynchronous communication forms. Number 5, one of the asynchronous communication digital tools is a أكيد recorded video. يلا بينا على put true or false. Whenever you are communicating، لما بتعمل تواصل you should respect the recipient's feeling، لسه قايلين عليها be polite، كن مؤدب، respects feeling على طول right. الايميل الفويس and text message كل ده والrecorded video are example of synchronous communication. تفتكروا ايه؟ طبعا wrong، لان ده forms of asynchronous communication. Asynchronous communication is communication that doesn't occur in real time and doesn't require an instant response. Of course right. Asynchronous communication، التواصل غير متزامن، refers to communication between people with everyone interacting at the same time using digital tools. خدوا بالكم من تلاعب بالألفاظ، at the same time using digital tools على طول، at the same time معناها synchronous يبقى wrong على طول. Recorded videos are example of asynchronous communication. مظبوط right. هنا على تدريبات كتاب المعاصر. Choose the correct answer. Number 1, is useful when you are writing about serious or complicated matter with someone you don't know well or with someone in authority and you don't need an answer right away. بيقول لي ايه اللي مفيد لما باجي اكتب حاجة معقدة complicated matter or serious حاجة جدة with someone لشخص أنا معرفوش don't know well معرفوش كويس or with someone in authority أو شخص مسؤول and you don't need an answer right away ما بحتاجش إجابة أو استجابة أو رد فوري أو رد حالا. ده نوع من أنواع الـ asynchronous communication اللي هو التواصل غير المتزامن. أهو قال لي don't need an answer right away، دي من الكلمات اللي بتدل على الـ asynchronous communication. Number 2, from recommendation، الحاجات اللي بيوصى بيها او الحاجات اللي انت المفروض تتبعها of communicating with other via internet، عبر الانترنت ايه؟ be polite خليك مؤدب، ولا be helpful خليك مساعد، ولا be clear في رسائلك كن واضح، اكيد all of them. Number 3, it's easy for misunderstanding to occur. بيقول لي من السهل جدا يحصل سوء فهم to occur when communicating online، عند التواصل على عبر الانترنت. عند التواصل عبر الانترنت always be، بيقول لي خليك بقى ايه be sure your message is clear، الرسالة بتاعتك تكون واضحة. If you need help sending your communication، أكيد هعمل ask your teacher or family member، مش هسأل حد أنا معرفوش. The email, voice and the text message are the tool of a، الإيميل قلنا والvoice والtext message are form of asynchronous communication، تواصل غير متزامن، doesn't require an instant response. Good, true or false؟ Asynchronous communication is useful when you need an immediate or quick response. Asynchronous يعني هل الاتصال غير متزامن بيبقى مفيد وانا محتاج استجابة فورية او رد سريع؟ Of course wrong. ده synchronous communication هو اللي مفيد في الحالة دي. Be polite and be patient and
communicate with other online when communicating with other online. طبعا ده right لأن ده من الإيثكس while you are communicating. You mustn't revise the message before send. لو أنا عندي رسالة كتبتها وشايف إن الرسالة مثلا هيحصل فيها mis interrupting أو mis understand أكيد you must revise مش mustn't. Part of being a good digital citizen is helping other. Of course, right. جزء من إن أكون مواطن رقمي صالح إني أساعد الآخرين وده صح. If you are sending a message to a close friend, لو أنا ببعت رسالة لصديق قريب مني, remember that he or she may still need time. ربما يحتاج وقت أطول to respond. So give him or her time to respond. إن هو أديله وقت أو مساحة يرد عليا, وده طبعا قلنا عليه right من الإيثكس اللي I have to follow when using the internet communication. بكده الدرس يكون انتهى, وأسئلة المعاصر وأسئلة الإكزامز السابقة. أتمنى يا رب يكون مفيد لكم والشرح يكون كويس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير.